بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، معكم عبد الرب بيه عثمان. أول حاجة فاش كنتكلم على الحياة ديالي، فاش كنتكلم على واحد المشوار طويل على جميع المستويات، سواء على مستوى دراسي أو على مستوى رياضي. فعلى مستوى رياضي فأنا بطل المغرب فردت الملاكمة سابقا، ملاكمة احترافية، وكذلك وصف بطل المغرب عدة مرات فردت الملاكمة. يعني انهيت دراستي الجامعيه يعني في اخر المشوار عن طريق الدوق في كليه الحقوق بدار المهلاس بمدينه فاس. اول حاجه بالنسبه للفكره نتاع المشروع، فهي كتبقى الفكره للمسؤولين ديال هذا المشروع هذا. فالاخوان يعني جاوا من دوله فرنسا، انهم كانوا في فرنسا مشوا لواحد المنطقه تدعى بغوطون، فتما داروا يعني الفورماسيون وتعرفوا عن قرب عن هذه الأكلة هذه الشعبية في ديك المنطقة. فمن بعد جاءوا يعني بالتخليطة الحقيقية نتاع هذه الأكلة هذه اللي كتبقى يعني بين قوسين يعني خاصة، يعني تقدر ما تلقاش في جهة أخرى لأنها جات من الموقع ديال هذه الأكلة يعني من الأصل. فالحمد لله والشكر لله، فعلى مستوى الإقبال فعندنا الحمد لله الزبناء ديالنا اللي دائما الحمد لله كيلتحقوا بنا في كل الأماكن، سواء كنا في المول ديال ابن بطوطه، كنا في المول حيت فاش كتجي الوقت نتاع الشتاء فما كيمكنش لينا نبقاو حنايا في البلاي فاش يكون البرد، تقدر تطفالينا لابلاك بزاف الامور تنواجهوها صعيبه، فكنكونوا في المول. فان شاء الله الرحمن الرحيم دابا نقدروا نرجعوا للمول ابن بطوطه، سواء نكونوا ان شاء الله في لاكار سواء نكونوا في جوج، ندعو نرجو من الله الخير. فبطبيعه الحال فالحمد لله حنا كنركزوا على علاقتنا بالزبناء، فدائما تنحاولوا نعطيو الزبناء ديالنا احسن ما كاين، لا على المستوى المعنوي اللي كتمثل في الابتسامه والترحاب بالزبناء ديالنا الكرام، وكذلك على مستوى الجوده الحمد لله ديال هذه الاكله هذه. فاللهم لك الحمد عندنا واحد الجوده يعني، وهذا الامر يعني نفتخر به. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكون ان شاء الله في المتطلعات نتاع الناس اللي شجعونا. فالناس كتشوف هذا المشروع بانه واحد المشروع اللي هو جديد، كتشوف بان هذا الديزاين ديال هذا لاكاروس فواحد الحاجه اللي هي جديده يعني على المستوى الوطني، فهذا امر كيشرف وكيجيو الناس كيحيونا على هذا الشيء وكيعجبهم الحال. فهذا الشيء كيثلج الصدر ديالنا وتيخلينا نزيدوا القدام ونضعفوا المجهود ديالنا ونعطيو ان شاء الله اكثر واكثر واكثر. بطبيعه الحال هذا هو الهدف ديال المسؤولين ديال هذا المشروع هذا، فهم اللي جاوا المغرب فجاوا باش بطبيعه الحال يبداو يعني من الى يعني يبداو بشويه ويطلعوا اكثر واكثر، فبداو بهذه النقطه ديال البيع يعني كتمثل في هذا الكاروس هذه. فان شاء الله يكونوا يعني مستقبلا نقط بيع كثيره، فقط ان شاء الله كما يقال يعني انفو انهم يعني يخدموا مزيان، فان شاء الله غادي يقدروا ان شاء الله يكون داك الشيء اكثر واكثر مزيان. كلمة أخيرة كنوجهها لجميع المغاربة عامة وأهل طنجة خاصة، لأنهم يعانون كثيرا يعني من مع هذا الفيروس القاتل وهذا الفيروس الخطير الذي لا يرى بالعين المجردة. فكنقول لهم صبروا وصابروا، فإن فرج الله قريب إن شاء الله الرحمن الرحيم. علينا بالدعاء، أخذ الحيطة والحذر، الالتزام بالوقاية ديالنا اللي دائما كتحثنا عليها وزارة الصحة، فخصنا نلتزموا بهذا الشيء إن شاء الله، وغادي نخرجوا إن شاء الله من الباب الواسع لهذا الفيروس هذا، ان شاء الله غنتصروا عليه باذن الله. فاول حاجه بغيت نشكر المجموعه اللي جات وصورتني، جات واحد المجموعه التقطوا لي بعض الصور، راسلوا بعض الصفحات، شافوا هذا الشيء يعني تعرفنا على المستوى الجهوي نتاع طنجه. الحمد لله الناس كيجيو عندنا، فاش كنسولهم واش جيتوا عندنا عن طريق الموقع الفيسبوك ملي شفتونا تيقول لك نعم، فهذا امر كيفرح، فهذوك الناس كدعينا معاهم بزاف وفرحنا، وتقول وقتاش رجعوا عندنا باش ان شاء الله نقدموا لهم كل شيء بالمجان، باش ان شاء الله يكون على الاقل واحد الحاجه بسيطه قدمناها لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونرحبوا بهم مره اخرى حيت فعلا هما كانوا واحد السبب لينا. كذلك كنشكروا يعني الجريده ديالكم او الموقع ديال طنجاوي اللي جا وعطانا هذه الفرصه اللي فين نتكلموا فين نوضحوا شنو هما الاهداف ديالنا من خلال هذا المشروع هذا، وشنو ان شاء الله ناويين نقوموا به. فنسالكم الدعاء، نسالكم يعني انكم تدعمونا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله دائما غنكونوا يعني افضل وافضل اكثر بطبيعه الحال مع التشجيعات ديالكم. رساله اخيره اوجهها الى الشباب عامه، فاقول للشباب لحامل الشهادات وغير ذلك وكذا والرياضيين وما الى ذلك، فاقول كنقول لهم بان ما توقفوش عن طريق يعني الشعبه اللي كتبعوا، ما توقفوش عن طريق الشهاده اللي عندكم، فتقدر تكون عندك شهاده في الطب ولكن
تقدر تخدم يعني على المستوى التجاري. فدائما خاصنا نتكيفوا مع الاوضاع كيف ما هي كاينه، وما نبغوش داكشي اللي بغينا حنا، فدائما خاصنا نصبروا ونمضي قدما ان شاء الله يكون خير. فواحد نقطه مهمه اللي هي كتمثل في ان الكورنيش ديال مدينه طنجه واحد الكورنيش كبير يعني والامتداد ديالو طويل، فما كرهناش ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني الجامعه الحضريه تنظر لهذا الجانب هذا، وانها يعني دير واحد المجموعه من نقاط البيع، يعني بيع كل المستلزمات اللي كيحتاجوها المصطافين اللي كيكونوا يعني كيديروا يعني المشي على مستوى الكورنيش. فهذا امر غيكون يعني تقريب يقرب المواطنين يعني من ديك المشتريات، وفي نفس الوقت يعني غادي تكون يعني واحد الاضافه يعني معنويه وماديه للشباب اللي هما مقبلين على اي مشروع بسيط او كيف ما كان نوعوه. فما كانش يكونوا هنا يعني نقط بيع يعني مقننه مرخصه بشكل يعني قانوني وبشكل يعني الاحترافي يعني وجد نقي، يعني هكذا يكونوا، وان شاء الله باش المصطافين فاش يجيو اللي بغاوها يلقاوها قريبه منهم، فما يضطروش باش انهم يمشيو مسافه باش عاد ياخذوا الماء او باش ياخذوا الكريب او باش ياخذوا شحال من حاجه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.